السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي وحبايب قلبي على السوشيال ميديا، حياكم الله جميعا وأسعد الله جميع أوقاتكم عيلة الأكابر. اليوم معنا أخبار كبيرة عن صناديق الـ ETF وأيضا حيتان عم تشتري البيتكوين بكميات مهولة، وأيضا حنحلل عملة لونا الملعونة، وأيضا لا تنسوا صوتي يوم السبت الساعة 11 مساء غدا إن شاء الله بجروب الشات للتليجرام المثبت بصندوق الوصف. بس قبل ما بلش بحب ذكرك، إذا كنت حابب تكبر محفظتك المالية وتدخل لعالم المضاربة بطريقة صحيحة، انضم لنا على رابط التليجرام المثبت بصندوق الوصف وأيضا التعليقات لليوتيوب. فوت فوتك يا معلم. طيب يا شباب، مثل ما لكم شايفين السوق مولع نار، وهل تدرك ما بيتكويني؟ يعني عملت ميم جاني وخليني ساكت، السوق كله مولع نار وانفجارات ولله الحمد، أرباح بالهبل، وخصوصا عملت بيبي وشيبا الحمد لله ارتفاعات كتير جميلة، حتى جماعة الفي آي بي كتير كانوا مسعيدين بهالارتفاعات الجميلة. طيب يا شباب خلينا الآن ننتقل للأخبار. طيب يا شباب، معنا أول خبر جدا جميل، ويلز فارغو وبنك أوف أمريكا الآن حيقدموا صناديق الـ ETF للاستثمار، وهذا جدا جدا حدث ضخم. أيضا معنا عملة بيبول، وما أدراك ما بيبول، عملة ارتفاع مذهل بالـ VIP عنا والله، وعملات كتير الشيبة والبيبي و... لك شو بدي أقول لأقول يا شباب، الحمد لله كاستثمار وكمضاربة أرباحنا بالـ VIP جدا عالية. ستطلق صناديق الـ ETF بلاك روك بالبرازيل، تمام، إن شاء الله قريبا، وهذا حدث جدا ضخم. سام باكمان فريد شمروخ السوق، يعني ما أعرف شو بدي أقول، الله يعيننا عليه، قال عم يعلم الحراس تبع السجن والشرطة وأيضا المساجين أنه لازم يستثمروا بكوين تيليغراف، وأيضا عملت سولونا وحيحققوا يعني مكاسب كتير كبيرة يعني نسبة إلى كوين تيليغراف يعني بسهمه. ما أعرف شو بدي لكم، يعني أنت ما عرفت تضبط حالك، خسرت المستثمرين كل أموالهم لهلأ مفوتنا بورطة. طيب تيم باكلي عم بيقول يتنحى عن منصبه كرئيس تنفيذي لشركة فانغارد التي تبلغ قيمتها 7.2 تريليون دولار. ليش؟ لأنه بالشهر الماضي حظر فانغارد جميع صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين، وهلا أكلها وين جاي تحظر؟ انسى نبل هالموضوع هذا كلياته. الآن صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين عم بتصير مثل الذهب، وحتصير أكبر من الذهب، بلك أسرع نموان من الذهب. قديش قلنا لكم اشتروا بيتكوين؟ ما حدا بيرد، ما حدا بيرد، من قلكم البيتكوين أحسن من الذهب؟ يقولوا لا هو فقاعة، فقاعة بدك يعني نشتري فقاعة؟ طيب شوف هالفقاعة ما أحلاها، لو وصلت ل 65,000 يمكن توصل لل 100,000. بيت وايز قالت انه البيتكوين احتمال يوصل لل 100,000 وأيضا 200,000. الطلبات على البيتكوين جدا ضخمة، جدا كبيرة، العالم عم تشتري بيتكوين بشكل مو طبيعي بأمريكا عن جد يا شباب، لحقوا حالكم. أيضا 21 مليار من صناديق الـ ETF للبيتكوين، والأرقام قدام منكم لجميع شركات الـ ETF بلاك روك، فيتيرتي، بيت وايز، أرك إنفيسك، إنفيسكو، فان إيك، كلياتهم موجودين قدامكم. 21 مليار دولار، هذا رقم قياسي بالنسبة للبيتكوين. وأيضا الدعوة القضائية اللي رفعوها العالم على بايدن بالنسبة للتعدين، الحمد لله إن شاء الله رح يتم ربحها للمعدنين في ولاية تكساس. بايدن الله يعيننا عليه، عم يحارب البيتكوين وعم بياكلها. وأيضا عنا صوتي غدا الساعة 11 مساء بجروب الشات، تذكروا صوتي كتير مهم. هل البول رن بدأ؟ ومتى بدأ البول رن؟ وهل من الممكن، تمام، انه نرجع لمناطق العشرة الاف؟ اسئلة كتير محيرتكم، ان شاء الله حيتم الجواب عليها ونحلل عملاتكم للجروب ببس اللايف ان شاء الله تعالى. كونوا معنا على الموعد، خلينا نشوفكم باقرب فرصة ممكنة. خلينا الان نذهب لتحليل عملة لونا الملعونة. طيب يا شباب، بالنسبة لعملة لونا الملعونة، مثل ما لكم شايفين انا عندي الان رأس وكتفين عكسيات على عملة لونا الملعونة، لونا كلاسيك. فلذلك يلي اخذ ان شاء الله بسعر ال 11 او العشرة كمضارب ان شاء الله حيدعينا، وبالمسألة مسألة وقت، اول ما يتم اختراق ال 16 ان شاء الله تعالى
فرح تشوفوها بال 18، واذا تم اختراق ال 18 رح تشوفوا ال 20، واذا تم الثبات بال 20 بورن بالنسبه لعمله لونا كلاسيك. هي الاخبار حتكون جدا مفرحه لكم، وهذا ايضا مثل ما لكم شايفين يا شباب جدا 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 ايجابي هذا النموذج، وان شاء الله حنحقق مكاسب وارباح، والمساله مساله وقت. تمام يا عائله الاكابر، هذا النموذج جدا نموذج قوي ونموذج صاعد. لا تنسونا من الدعاء واللايك والسبسكرايب والدعم للمحتوى فضلا وليس امرا. خلينا نشوفكم بالصوتي يوم السبت الساعة 11 مساء بأقرب فرصة ممكنة. تمام يا أبطال، بقدر لك بالنهاية That is not financial advice but I'm always right. I'm always right. Stay safe and see you soon. Bye bye guys.